أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار قوات الحوثي في تصعيدها وهجماتها الموجهه تجاه أراضي المملكه العربيه السعوديه والتي كان من آخرها إطلاق صاروخ باليستي وعدد من الطائرات المفخخه بدون طيار باتجاه المناطق الجنوبيه بالمملكه، وجددت مصر تأكيدها على رفضها الكامل لهذه الأعداء الأعمال العدائيه الجبانه التي تستهدف المناطق المدنيه والمدنيين وما تمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ومن تهديد مباشر للامن والاستقرار الاقليميين كما اعادت مصر التاكيد على موقفها الثابت الداعم للسعوديه وعلى الارتباط الوثيق بين امن واستقرار البلدين الشقيقين